انطلقت في مملكة البحرين أعمال النسخة العاشرة من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا بايتكس، والذي يستقطب الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع. هذا المؤتمر يبحث على مدار يومين عددا من الموضوعات المتعلقة بتقنية المعلومات وأبرز ما تم التوصل إليه في هذا المجال. هو أحد المبادرات الوطنية المساهمة في تعزيز مكانة المملكة وتأكيد دورها الريادي في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الإقليمي والدولي. فمؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاء في توقيت يعيش فيه العالم بأكمله، مرحلة انتقالية تعتمد فيها الدول والحكومات على التكنولوجيا والتحول الرقمي في معظم خدماتها. وهذا نوع من الاعتراف الدولي بدور البحرين في سوق تقنية المعلومات، وبالتالي كما تشاهدين يعني من الصين إلى إسبانيا هناك مجموعة من الشركات التي تمثل الصناعة العالمية في قطاع تقنية المعلومات يعني الاي سي تي. أنا أعتقد هاي فرصة أولا لهاي الشركات أن تتعرف على السوق البحرينية، وبالمقابل فرصة للشركات البحرينية أن تتعرف على اتجاهات السوق العالمية. جامعة البحرين تعتبر من أكبر المتعاقدين مع شركة AWS واستخدام أحدث التقنيات من شركة AWS أمازون على الحوسبة السحابية. فآخر سنتين نقلنا تقريبا معظم البرامج اللي كانت موجودة اللي كانت هوستد في جامعة البحرين إلى الحوسبة السحابية، واستخدمنا أحدث التقنيات اللي كانت موجودة على الحوسبة السحابية. متحدثون من البحرين ومختلف دول العالم بحثوا كافة المواضيع المتعلقة بأحدث التطورات في هذا المجال، ومن بينها الحلول التقنية التي تعمل من خلالها في مجال التطور الرقمي. فلسطين بهذا المجال خطت خطوات واضحة، لكن نريد أن نرى تجارب دول أخرى، تجارب ناجحة مثل البحرين ودول الخليج، ومثل هذا المؤتمر عالمي، ونستفيد من هذه التجارب لنعكس هذا الشيء على واقعنا الموجود غاد. المؤتمر هذا أكيد بيكون فعال وبيكون مهم جدا، بيعرف بينا كفندرز وكبروفايدرز كسيرفيس بروفايدرز، بيعرف بينا من في خلال هذا المؤتمر. أهم شيء إنه نعرف الأشخاص اللي جايين هني على المؤتمر بأهمية التكنولوجيا وأهمية التكنولوجيا الحديثة. هذه الفعالية السنوية أخذت مساحتها الهامة على الخارطة المؤتمرات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، لتؤكد دور مملكة البحرين في استقطاب المتخصصين والعاملين في هذا المجال. في هذا التجمع التقني يبحث المتخصصون تطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين، والاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات والابتكارات في هذا المجال، والاستفادة من التجارب المشتركة من أجل رفع التنافسية وإيجاد صادرات رقمية بحرينية في السوق المحلي والإقليمي والعالمي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.